اليوم مع رندا فهد بدنا نحكي عن الملوحات، ولكن مثل العاده رندا عندها خبريتها اليوم وعندنا الكومبيتيشن، واذا حابين تطرحوا علي اي سؤال عن هذا هالموضوع موضوع الملوحات 0444444444 كله أربعة. أهلاً شي بونجور، صباح الخير رندا. يا هلا، كيفك ستيفاني؟ الحمد لله. اليوم بدنا نحكي على موضوع بيعاني منه كثير من الأشخاص، صح. وهو موضوع طبي شوي، ولكن مثل العادة نحن بدنا ناخذه من ناحية النيوتريشن أما التغذية. ولكن مثل ما قلتي رح نبلش نذكر بالمسابقة عنا اللي هي مسابقة بيري لايت هالمرة، بتقول أي في ألياف أكثر، هل هو موجود بالحمص أو موجود بالفاصوليا الحمراء؟ فإذا هن اثنيناتهم فيهم ألياف، نحن بناكلهم لعدة أسباب، لأنهم لعدة أسباب غذائية، بس منا كثرة الألياف اللي موجودة فيهم، ولكن وحدة منهم فيها ألياف أكثر من الثانية. نعم. أكيد المشاهدين عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في ألايف أو دي سي دي سي رندا دنيا فهد أو بيري لايت هيلث سنتر، ونحن كل ثلاثة مثل العادة بنعلن اسم الرابح أما الرابحة اللي هن بيتصلوا على مطابخ بيري لايت. هلا رح ينحط نوت صغيرة بس بيقولوا بالأملية إنه وقتها بدهم يربحوا الكادو مش يتصلوا بعد سنة أو بعد ست أشهر، يعني هي بخلال جمعتين، لأنه بيكون في الشغل بيضيعوا يعني بعدين بالأسامي 100%. هلا كمان دائما بحب ذكر انا غير وجودي بالذوق عم يكون عندي نهار انا موجوده فيه بالاشرفيه نهار الاربعاء، كمان اللي بحب يكون عم بيشوفني وبحس انه كثير بعيد علي. من بعدها عندنا الخبريه. لنشوف اليوم شو الخبرية. خبريتنا اليوم منا شيء جديد، ولكن هي شيء نشدد عليه هلا من جمعة جاي. بدنا نبلش كمان اكثر حكي عن الاولاد والمدارس وشو لازم ياكلوا الاولاد، ولكن هالشيء فيكون بالمدارس، فيكون بالفرصة وبالويك اند وحيالله وقت. وتبين باحصاء جديد انعمل على تقريبا 3600 عائلة انه العيال اللي هن بيتشاركوا هن والاولاد بالرياضة، وبيكونوا عم يخلوا اولادهم يعملوا رياضة مختلفة، يعني يمكن يكونوا عم يوصلوهم دائما ليعملوا فوتبول اما ليعملوا باسكتبول، او يمكن بالبيت كانوا عم يرقصوا معهم، اما يجيبوا الحبلة ينطوا فيها، اما يقولوا بدنا نحن نركب على البسكليت، اما نحن بدنا نكون عم نتمشى. وهيدا شيء كان محطوط عندهم كشغلة كثير كثير أساسية، ومش عم يتغاضوا عنا، ومش عم يقولوا ما عنا وقت أو ما عنا وقت نهتم بهيدا الموضوع أو في أولويات تانية. بين إنه صحياً هول الأولاد عم يكون عندهم صحتهم أحسن، وعم يكونوا نشطين أكثر، وعم يكون عندهم جسم ضابط أكثر بنسبة بتفوق 50% من الأشخاص اللي هن ما حدا عم يهتم فيهم، حتى لو في أولاد هن بقرروا يعملوا رياضة، ولكن وقت يكون في أكثر الأهل هن دعمون عم يكون هالشيء كثير أهم. بنفس الوقت بهالإحصاء كان الأسئلة عن قديش بيتقدم فواكه وخضرة للأولاد، وتبين إنه الأولاد اللي بياكلوا خضرة وفواكه بطريقة إنه الأهل دايما موفرين لهم إياها، على كل وقعة موجودة الخضرة قدامهم، الفواكه دايما عم تتقصقص وتنحط قدام الولد، تبين إنه 67% صحيا بيكونوا هالأولاد عايشين بحالة صحية أكثر من الأولاد الثانيين 100%، حتى الكبار كمان إذا أكلوا طبعاً هيك بيكونوا بصحة جيدة. اكزاكتلي. وأخيرا بالإحصاء بين كمان كان الاسئله هل انتم عم الولد بياخذ صحنه قدام التي في بياكل لحاله او بيلقمش لحاله او عم تقعدوا انتم كعائله، وطبعا تبين انه وقت يكون عم تقعد العائله تاكل كلها سوا بعيد عن التي في، يعني بمحل محدد اللي هو مبدئيا المطبخ او السفره، كمان هون تبين قديش هالشيء عم يكون ايجابي على صحه الولد مضبوط الجسديه والعقليه. فهون رجعنا عم نشجع بطريقه مرة جديدة مثل دايما ودايما انه بدي اقول انه نحن عندنا شمل دور العائلة. اكيد، والعائلة عندها كثير دور تلعبه بصحة اولادها، ما في يقول للولد انت انتبه على صحتك او انت لازم تنصح، انت لازم تضعف، انت لازم تاكل شيء فيه كالسيوم، انت لازم تاكل فيه حديد، انه الولد ما بدنا نوفر له الاشياء، او انت لازم تعمل رياضة ما عم تعمل رياضة كافية، بدنا نكون نحن عم نساعد شجعهم. والاهل لهم دور كثير كبير بصحة اولاد وانه يكونوا بصحه جيده وعم ياكلوا مظبوط، هيدا يعني نحن اللي بدنا اياه لاولادنا. عندنا فون كول رندا، خلينا ناخذه سوا. الو الو بونجور، تفضلي. اذا بتريدي بدي اسالها سؤال للمدام. تفضلي. عندي ايدي الشمال اصبعي الكبير
أول إصبع الكبير عندي وجع فيه. نعم. إيه عندي وجع فيه، بسأل الحكيم أنا باخذ الفيداكس دواء للضغط، يمكن كان جسمي معبى مي، بس على طول بسأله بيقول لي لا ما خف الملح. معقولة هذا الوجع من الملوحات بيكون بورم إصبعي الكبير وبيشعني؟ رح نجاوبك. ثانك يو. حلو السؤال لانه له علاقه بموضوعنا، ولكن فهون خلينا نبلش بموضوعنا اللي هو موضوعنا عن الملوحات او عن اليوريك اسيد. انا بخلال حلقتي رح كون عم حاول جاوبك على الموضوع هلا، او في يقول انه اذا الطبيب قال ما له خصه، يعني هو عامل فحوصات وعامل فحوصات البيورين وشافها انها منا عاليه، فاذا منا عاليه يعني ما لها خصه الملح بيتريم الاصبع، ويمكن يكون في شيء ثاني. فهون الطبيب طبعا مطلع على الفحوصات وهو اللي عارف على هالشيء. لا او لا نحن بدنا نكون عم نعمل فحص لنشوف ماده البيورين اذا هي عاليه، واذا هي عاليه معقول تكون عم تؤدي لهيدا الورم. نعم. هلا فنحن الملوحات او اليوريك اسيد هي اللي معقول تصير بجسم الانسان، في ناس بتصير معهم مثل ما بنقول دائما جينيا هن معرضين. هلا اوقات هي بتكون من كثره ماكولات بتحتوي بيورين اللي هو هلا رح نكون عم نحكي عنها بعد شوي، كثير واحد عم ياكلها بكميه كبيره. اوقات الكلوه هي بتكون تعبانه لانه هي الكلوه وقت ناكل بكميات كبيره مواد مثل المواد اللي بتحتوي بيورين هي عليها تكون عم تنظفها وتكبهم لبرا، فاوقات ما بتعود تلحق تكبهم لبرا، اوقات هي بتكون تعبانه ما عم تكبهم كلهم لبرا، اوقات في عندنا مشاكل ثانيه هون، مشاكل لنقول تيومر معين، تورم معين بالجسم بيؤدي ليعلى البيورين، يمكن اوقات مشكله الانيميا او فقر الدم معقول تؤدي انه البيورين بالجسم يكون عم يعلى. فاذا عندنا عده اسباب تكون عم تعلي هالبيورين. هلا وقت ماده البيورين عم تعلى اللي هي هيدا اللي نحن بنقول له مشاكل اليوريك اسيد، اما بيؤدي لمشاكل الملوحات، شو معقول يصير؟ اوقات واحد ما بحس بشيء، فاذا هون في عندنا اوقات ما بنحس بشيء ابدا، ولكن اذا تطورت هيدي الحاله وضل دائما عم يكون عالي البيورين والكلوه ما عم تقدر تصرفه لبرا، اللي بيصير هو معقول يؤدي الى تورم، واكثر محل هو معقول يتورم هو اصبع الاجر الكبير. فإذا هون بنحس إنه في مثل كيس صغير صار ورمان. هلا كمان من المحلات الثانية اللي معقول تورم هن التندنز، يعني نحن بنحس إنه لازم نوقف. رح ناخذ بريك صغير وبنرجع لكم. بنتابع مع رندا فهد موضوعنا عن الأسيد يوريك أو الملوحات. بنتابع رندا. أوكي، اللي بدي أقوله ستيفاني بدي يكون واضح لكل المشاهدين أنه كلمة الملوحات هي منا ملح، لكن نحن بالعربي بنقول له ملوحات، هو مرض بدي أقوله اسمه يوريك أسيد. هذا المرض ما بيجي من وراء الملح، هذا المرض بيجي من وراء تجمع مادة البيورين بقلب الجسم اللي هي بتأدي يصير في كريستالات مثل حجر صغير، يعني اللي هي الكلوة ما عم تقدر تصرفون. هول الحجار الصغيرة معقول يجمعوا وين؟ بيجمعوا مينلي بالإصبع الكبير، أما بالأوتار بالجسم في الوتر، أما اللي بنقول له تندنس، بهول الوتر على الأطراف تبعولهم معقول يجمع، فمعقول نشوف نحن كريستلز، مشان هيك بنشوفهم كحجر، بنشوفهم كتوريمات صغيرة. فإذا هيدي هي الشيء اللي نحن عم نحكي عنه اليوم، ونحن كثير أشخاص بالعالم وبلبنان بيعانوا من هيدا المرض، بهيدا المرض بيكون في مشكل انه الكلوه، فاذا ما عم تصرف ماده البيورين. اذا واحد عنده اسيد يوريك، نعم، شو لازم ياكل؟ شو لازم يعمل؟ فاذا نحن اذا عملنا فحص بدنا ننتبه بفحصنا، شو الفحص اللي عملناه ليبين يوريك اسيد؟ بده يبين انه عملنا فحص اللي هو بيورين عالي. هلا كمان نحن في عندنا اوقات الاوكزاليك اسيد اللي بيعلى، اليوم انا حديثي بس عن لازم نعمل
هالفحصين يعني. نعمل فحصين لانه كل واحد كمان في عندنا اكل معين بدنا ناكله او نبتعد عنه. هلا وقت يكون عندي لكن ملوحات اما عندي اليوريك اسيد عالي، انا الاشياء اللي بتضرني اول شغله هي اللي مثل ما قلنا بتحتوي بيورين. شو اكثر شيء بيحتوي بيورين؟ هو اعضاء الحيوان. فاذا وقت عم بحكي انا عن حيلا شيء بناخذ بنقول لهم طحال الطحال والكبد وكل شيء بيجي من الحيوان من جوا، هذا في ماده بيورين كثير عاليه. فاذا هيدا نحن بدنا نوقفه وانا بطلب نوقفه نهائيا. من ناحيه ثانيه عندنا انواع السمك اللي هي السمك المزيته اللي بتحسيها حده بالملح مثل الانشوا مثل السردين، هول الاشياء كمان على الاكيد نحن بدنا نبتعد عنهم اذا عندنا مشكله اليوريك. ليه؟ لانه فيهم كثير ملح ولا هن فيهم كثير بيورين. بيورين برجع لمشكله البيورين. هلا الشغله الثالثه اللي فيها بيورين عالي واللي بتعلي اليوريك اسيد هن كل شيء بنستعملهم كمكعبات نحن بنحطهم بقلب الطبخات. نعم. فاذا هول مكعبات بنشيلهم، وكمان بالخصوصا بالالكوهول البيره. البيرة تبين انه هي بتعلي اليوريك اسيد البيورينز وبالنهاية اليوريك اسيد. هول اكثر المأكولات اللي هن نحن لازم نتحشيهم. هلا بنرجع بنطلع وملح بيأثر ولا لا؟ هلا دائما وقت يكون عندي تبع علي البيورين لانه بتعملي ريتنسيون دو، واحد بس يورم بفكر انه من الملح. نعم لا، ولكن علي البيورين يعني انا الكلوه ما عم تشتغل كثير منيح والكلوه مش منيح احط لها ملح كثير. فاذا انا بخفف الملح لانه بدي ريح الكلوه. اوكي، مشان هيك نحن بنتجه هون لتخفيف الملح. هلا الشغلات الثانيه اللي فيها بيورين هي الحمات بالاجمال، اللحمه والسمك والدجاج كله فيه بيورين ولكن بكميه اقل. فهون وقت انا بدي اتناول لحمه دائما انا بقول مفضل ما كثير نتجه على اللحم الاحمر لانه فيه بيورين اكثر، ولكن الدجاج والسمك بناكلهم بس دائما بكميه محدده. نعم. مش ال 500 جرام مثلا بالسمكه او 300 جرام بالدجاج، 120 150 جرام بيكونوا كافيين. هل الصوص التومات بياثر؟ هلا التوميتو صوص وكل شيء له، التوميتو صوص فيها شغلتين، أول شيء في عندنا الملح اللي نحن عم نطلب إنه ما نكون عم نكتر ملح لنريح الكلوة. هلا البندورة بحد ذاتها هي ما فيها بيورين عالي ولكن فيها أوكزاليك أسيد عالي، فيمكن تعلي الأوكزاليك أسيد بقلب الجسم اللي هو منه اليوريك أسيد. فهون أنا كيوريك أسيد لحاله أوكزاليك أسيد منيحة ما بوقف البندورة عن تناول البندورة. هلا في عندنا كمان مأكولات اللي هي بالبقوليات. من زمان كان ينصح بهيدا وقت واحد يكون عنده يوريك اسيد شوي ابتعاد عن البقوليات، مشان هيك يمكن تكونوا عم تطلعوا اذا عم تعملوا ريسيرش شوفوها. نعم. ولكن اخر ابحاث كلها عم تقول لا، وقت تكونوا عم تاخذوا بروتين من المصدر النباتي هيدا الشيء مش ممكن يعمل يوريك اسيد. فانا الاشخاص اللي معهم يوريك اسيد كانوا موقفين من تناول فول فاصوليا وحمص والى اخره، بقول لهم لا فيكم تتناولون. وبنرجع بنجي على خضره معينه فيها بيورين شوي عالي، هن عندنا ثلاث انواع بدي احكي عنهم، هو الاسبارج او الهليون اسباراجس، هو المشروم اما الفطر، وهو السبانغ. فاذا هول الثلاثه فيهم كميه بيورين عاليه مش من قد اعضاء الحيوان، مش من قد السمك المالح والمزيد، ولكن هن فيهم. فاذا نحن هون حسب قديش عندنا كميه البيورين عاليه او قديش مستوى اليوريك اسيد عالي، كثير عالي بوقفهم، اذا متوسط لا في مرقهم مره بالجمعه منا مشكله ابدا. خلص وقتنا رندا، بس شغلة ما بدنا ننسى نشرب مي ومي ومي كتير بهيدا الموضوع، يمكن هيدا الأساس اللي بدي أقوله. شوية خل كمان بتنفع وشوية كمان عصير الكرز بقلب المي بينفع أكتر وأكتر. Very good. وأكيد نروح عند الحكيم وإذا عطانا دواء ناخده. طبعا مش طبعاً. بس بالأكلات فينا نوقف كل شيء. Thank you رندا. Have a nice weekend. منشوفك التنين على راد مشاهدينا. وقفة ومنتابع اللايف.